كان يا مكان في بنت بعيروها بصحتها، بس ما حدا إلا إنه كرشك وجاها. كان في بنت بتعمل شعرها وبتحط مكياج بس مو تافهة. كان في صبية بيختصروا شخصيتها بشكلها وبيلغوا إنجازاتها. وفي شاب بيستحي يجلس هون وينظف البيت مشان ما يقولوا عنه ست بيت. كان في بنت بتضحكوا عليها رفقاتها لأنها قصيرة. كان في بنوتة حلمت قص شعرها بس بتخاف ينقال عليها حسن صبي. بكل مرة كانت تروح على شغلها على البسكليت، الناس بالشارع بتقول بنتو راكبة بسكليت؟ سواقة يا مرة يا ختيار. في شاب بيدعم قضايا المرأة، بيقولوا له شو يا نسوانجي عم تدعمون لتتقرب منهم؟ صار عمرها 30 سنة ما بتسمع إلا إيمت بدنا نفرح فيكي. وهلأ إجت أم أربع عيون. في شاب كان حابب يكفي دراسته بس لأنه الشاب الوحيد بالبيت كان لازم يشتغل. كان في بنت تبعد عن الكلام لأن صوتها منخفض. كان في صبية لما ترد على التليفون بيقولوا لها كيفك؟ وفي بنت مرفوضة بسبب لبسها. وكان في شاب بضل بمسح دموعه لأنه البكا مش للرجال. وبنت بتحب تضحك بصوت عالي بس ما أنا مايعة. في بنت بتحب تعمل شعراتك وكينا وعالطالعة والنازلة بتسمع فرديون خليكي بنت. لما بتدافع عن حالها بيقولوا لك كأنك عم تزيديها شوي خليكي انعم. وكان يا مكان في شاب لأنه ضعيف بيقولوا له اسملك شوي لنقول عنك رجال. وهي حكايتي أنا. وحكايتي أنا. شو حكايتك أنتِ؟